بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور يوم السبت الموافق 17 فبراير لعام 2024. يوم السبت هو استكمال لأجازة نهاية الأسبوع بالنسبة لكافة المصالح الحكومية والخدمية والقطاع العام والمدارس الخاصة والجامعات الخاصة. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع أدوات المرور محافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات منذ الصباح الباكر، خاصة أثناء توجه الطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس الحكومية، مع تأمين خطوط السير اتجاه تلك المجمعات الدراسية من خلال حرم أمني حول الجامعات وأيضا حول مجمع المدارس لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع والوقوف في نهر الطريق وإرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. أيضا كافة الأماكن التجارية تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع بمناسبة توجه السادة المواطنين مع إجازة نهاية الأسبوع والأكوزيون الشتوي لقضاء احتياجاتهم. تنسيق تام ومستمر وعلى مدار اليوم الكامل بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية بمناسبة توجه السادة المواطنين ذهابا وإيابا إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء أجازة نهاية الأسبوع مع الأهل والأقارب والأصدقاء. معلوم أمس الجمعة والخميس تقلبات جوية شديدة وسقوط أمطار متوسطة في بعض المناطق وخفيفة في بعض المناطق الأخرى مما أدى إلى تراكمات مياه. بحمد الله سيارات الشفط قامت بعمل اللازم بالتنسيق والمتابعة من قبل الخدمات المدنية للمرور كل في نطاق اختصاصه، حيث تم سحب تراكمات المياه التي سببت تكدسات مرورية أبرزها بطريق النصر في الاتجاهين وأيضا بشارع الأميرية وأيضا شارع السواح وكذلك أيضا بالنسبة لشارع الخليفة المأمون وأيضا بمناطق التجمع الخامس والتجمع الأول بمحافظة القاهرة. أما محافظة الجيزة فتم عمل لازم بالنسبة لميدان الجيزة ومحور 26 يوليو في الاتجاهين وأيضا بالنسبة لشارع السودان وشارع فيصل وشارع الهرم، حيث شهد بعض تراكمات المياه التي تسببت في إعاقة حركة المرور. بالرغم من اليوم أجازة رسمية إلا أن بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا أعلى كوبري 6 أكتوبر المتجه إلى مناطق وسط المدينة. أيضا بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا بمحور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر وشيخ زايد اتجاه مسطح أرض ميدان لبنان. أيضا بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا أعلى الطريق الدائري تحديدا أعلى المؤسسة اتجاه المرج. أيضا بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا بشارع صلاح سالم اتجاه تقاطعات العروبة وصولا إلى مطار القاهرة الدولي. لذلك المتابعة الميدانية مستمرة بتلك المناطق لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي أعطال مرورية أو لا قدر الله حوادث مرورية يكون لها تأثير سلبي على حركة سير السيارات. مع انخفاض درجات الحرارة نناشد دائما السادة قيادي السيارات اتخاذ الحيطة والحظر أثناء القيادة وخفض السرعة عن السرعة المحددة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة مع مضاعفة المسافات ما بين السيارات لتجنب الوقوف المفاجئ مع عدم الوقوف نهائيا في مطالع ومنازل الكباري. عمليات المرور تقوم بالتنسيق على مدار اليوم الكامل ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة لمتابعة الحالة الجوية مع غرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي منطقة يحدث بها سقوط أمطار أو سرعة رياح شديدة تؤثر على الحركة المرورية.